الصغر ديالها، ملي فاش زادت وانا كنعاني معاها ما خليت فين جريت بيها الاطباء تتقاد جهدي، وليت انا اصلا وليت مريضه ما بقيتش نقدر نهزها ولا نحطها، يعني لا ما وكلتيها لا ما شربتيها، يعني واحد الحاله ما نقولش لكم ما نقولش لكم. دابا راك شفتوها راه حركيه بزاف ما كتبركش وكطيح وكتضرب راسها بزاف على الحيط، والحمد لله اللهم لك الحمد. انا ما درت هذا الفيديو حتى تقهرت وقهرني الدواء قهرني ليكوش. انا كنطلب من اي واحد من المحسنين اللي شاف هذا الفيديو يتعاون معايا، بغيت نغلف لها الحيط حيط باش ما تبقاش تضرب راسها، كتضرب راسها بزاف، واللي يتعاون معايا على ليكوش وعلى الدواء الله يجازيكم بخير. ما قالوا لي كنمشي قال لك ما عندهاش شي علاج غتعطيها الدواء. في الاول حط الطبيب كان قال لي تديها لفرنسا دير شي عمليه على الدماغ، ولكن ما ننصحكش، يعني ما نقولش غتنجح العمليه، يعني شويه الامل قليل بزاف. وصافي بقيت معاها كنديها من هذا الطبيب لهذا الطبيب، قوت الادويه ولكن ما كاين حتى نتيجه والو. الطبيب راه كنمشي عندو ما بقيتش نديها، كندير لها فيديو حيت ما بقيتش كنقدر نديها، ما كاينش كي غدير ليها ما كتبركش. نصور لها فيديو كنقول لها الحاله فين وصلت وهذه وهذه، كياخذ 5000 ريال مازال ما كيشوفهاش كاع باش يعطيني لوردونونس تاع الدواء، يعني ما في استطاعتيش باش نشري الدواء باش نشري ليكوش. الحمد لله الله يجازيكم بخير الله يرحم لكم الوالدين. هادشي اللي كان هادشي نداء لخوتي وخواتاتي واي واحد اي واحد نوجه لهم نداء يتعاونوا معايا الله يجازيهم بخير. دابا انا في الارض راني فرشه المانط دايره لها البونج اللي كيتحط في الارض، هذا هو هذا البونج راني رابطاه مع هذا مع السداري الاخر ها الرباط ديالها، حتى الا ما تربطاتش في الليل ما كتنعش، دايره ليها وشد مقطع ودايره ليها حيت الا ما تربطاتش في الليل ما كتنعش وكتنوض، الا ما لقاتش هذا كتبقى تضرب في الحيط على راسها، كتبقى راسها كتضرب على الحيط تضرب راسها على الحيط ما كتهداش. والحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله. دابا انت جيتي على فلا شوف فين طالعه، هي طالعه في الشرجم كتبقى تضرب راسها. دابا طالعة في 27 عام، راه شهر 8 تكمل 27 عام، كل بحالكم ما كترتاحش. دابا كتصور الا بغيت نخرج نسخر الا ما كانوش خواتاتها راه ما كنخرجش، يجوا البنيات من المدرسه نخليهم معاهم وكنخرج نجيب لهم داكشي اللي خاصهم ونجي. الحمد لله اللهم لك الحمد، ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى الحمد لله. صفر 74 35 77 16 الله يجازيكم بخير الله يرحم لكم الوالدين. كنطلب من خوتي كاملين اللي شاف هذا الفيديو وشاف البنيه في قلبه الرحمه يتعاون معايا الله يجازيه بخير.